ألف مبروك للمغرب بهذا الانتصار الرائع التاريخي على الفريق البلجيكي. من هنا من مدينة تروا ريفيير بكندا كنحييو الفريق الوطني وجميع المغاربة أينما وجدوا في جميع أنحاء العالم، وإن شاء الله ديما المغرب. وكنقول الفريق الوطني يبقى ديما على هذا الحماس إن شاء الله، والماتش الأخر مع كندا نتمنى أنه حتى هو يكون مربوح إن شاء الله، رغم أن كندا عندهم واحد اللعب مغاير، راكم شفتوهم بأنهم سراع وما يحقروهمش. نتمنى إن شاء الله يكون خير وندوزوا للدور الثاني وراسنا مرفوع ونحتلوا الصف الأول المرتبة الأولى إن شاء الله في الجروب، وندوزوا الترتيب ندوزوا الجولة الثانية إن شاء الله ونستمروا إن شاء الله. ديما مغرب، وعاش المغرب وعاش المغاربة أينما وجدوا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.